الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، حيث أمرنا فيه كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، أيها الجمع المبارك، الإسلام دين عظيم، الإسلام دين حياة، منهج حياة. لذلك الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون خاتم الأديان، وجعله صالح لكل زمان ومكان. الإسلام يدعو إلى الرحمة والعدل والمساواة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويدعو إلى الحكمة والصبر والرفق. لذلك كانت الأمة الإسلامية على مر العصور أمة متماسكة، أمة في عز، قادت العالم بسبب تطبيق هذا الدين العظيم. وعندما تركت هذا الدين تخلفت. أحبتي في الله، وكل غيور في هذه الأمة اليوم يريد ويسعى لإصلاح هذه الأمة، ويسعى لإصلاح ما فسد من الكيان، من كيان هذه الأمة، يسعى لمجد هذه الأمة. كل غيور يسعى لعزة هذه الأمة ولرفعة هذه الأمة. ولكن أحبتي في الله، هناك مبدأ عظيم لا يمكن الوصول إلى المأمول إلا عن طريق هذا المبدأ العظيم، وهو الرفق واللين. الدعوة إلى الله والإصلاح لا تأتي إلا من طريق الرفق واللين. الرفق واللين في القول وفي السلوك وفي التصرفات وفي الأفعال وفي كل شيء. الرفق في المسجد وفي السوق وفي الشارع وفي البيت وفي المدرسة وفي العمل. الرفق مع المدعو ومع الإبن ومع التاجر ومع المدعو ومع كل الناس. الرفق في كل زمان وفي كل مكان ومع كل أحد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. النصيحة إذا بالرفق زينة وش حلوها، النصيحة إذا كانت بالشدة والعنف شينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزع أصبح الأمر شانه، أي الحوار يصير شين، النصيحة شينة، كل شيء يصير شين، لكن بالرفق يصبح زين. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، الحوار يكون زين، النقاش يكون زين، النصيحة، لكن إذا لم يكن قال شانه. من شهرين ثلاثة كنت في ألمانيا، وكان عندي خطبة الجمعة. قبل الخطبة تعرفت على شاب مسلم عربي
فقلت له ان شاء الله اشوفك في مسيرتكم بخطب الجمعه. انا قال لي لا 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 انا ما اصلي. ما تصلي؟ ليش ما تصلي؟ قال والله مره صليت في مسجد بعد ما خلص الامام التفت وقام يحدث يقول انا رحت ورا ومديت ريلي فصرخ علي الامام وقال انت انسان هم متربي وما تستحي على وجهك وهاد الدرس وقاعد ورا وما ادريلك في وجهي صدق انك ما تستحي هلك ما ربوك. يقول والله الكلام من سنتين والله ما ركعت لليوم. هذا الشيخ وهذا الامام كان يحب الخير لهذا الشخص، يبي يسمع الحديث، يبي يتادب مع الله او يتادب في المسجد، يريد له الخير، لكن النصيحه كانت ايش؟ بالعنف. لذلك كانت النصيحه شينه كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبتي لله، إن الرفق يحبب فيك الرفيق ويدني منك الصديق ويقرب إليك الحبيب، هذا هو الرفق. وأما العنف فإنه يبعد عنك الأصحاب ويبعد عنك الخلان والأحباب. ماذا تجني من العنف؟ ماذا تجني من قلب عبوس؟ ماذا تجني من وجه عبوس ومن قلب يبوس؟ ما تجني إلا الندامة والملامة يا عبد الله، هذا هو العنف. لذلك الحديث الذي رواه جرير في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرفق، قال من يحرم الرفق فقد حرم الخير. هذا عند مسلم. وابو داود يقول فقد حرم الخير كله. من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله. تحرم كل الخير، حتى تحرم الرزق، لا الناس يحبونك ولا تقدر تفتح حتى تجارة. ليش؟ لأن ما عندك الرفق، ما حد يدانيك ولا حد يبي نصيحتك ولا حد يبي يحاجيك. هارون الرشيد دخل عليه رجل وقال إني ناصحك فمشدد. أنا والله يا أنصحك لكن باشا. قال لا لا تشدد علي ولا شيء. قال أنت خير من موسى؟ قال لا لا. قال أنا أشر من فرعون؟ قال لا لا. قال زين الله قال حق موسى اللي هو خير منه اذهبا إلى فرعون فقولا له إيش؟ قولا لينا. وأنا هم مثل فرعون، أنا أخون من فرعون وأنت هم مثل موسى، لا بالله لا بنصيحتك ولا شيء. فطرده. أحبتي بالله، وإذا أردت الأجر العظيم ومحبة الله عز وجل ومحبة الناس فعليك بالرفق. في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، وفي رواية يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطيك أجر وثواب ما لا يعطي على غيره. إذا كنت رفيق بالناس خذ الخير خذ الحسنات. وهذا الحديث له قصة. تقول عائشة دخل يهود على النبي، تقول سمعتهم قالوا السام عليك يا رسول الله، السام له الموت. تقول سمعتهم فقلت السام عليكم ولعنة الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما هكذا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هكذا صلى الله عليه وسلم. وما مر على التاريخ ولا على الكرة الأرضية شخص تطبع بالرفق مثل النبي صلى الله عليه وسلم. عذبوه اطردوه ادموا رجله صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإذا بحثت في السيرة وقلبت السيرة كلها رفق لي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العرابي الذي جاء إلى المسجد وبال
قام الصحابة قالوا لا 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 تجرمون، لا تجرمون يعني لا تقطعون على بولت، خلي يكمل. شوف شوف الرحمة، لا تجرمون. يوم خلص قال له تعال هذا المسجد ما يصلح لهذا الأمر. فقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي حد سواني. حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي تكلم في الصلاة فزجروه الصحابة، فقربه النبي وقال له هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما يعني دعاء وثناء على الله عز وجل. فقال هذا الرجل والله ما كهرني ولا زجرني بأبي هو وأمي، أفضل معلم صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلام الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي بالزنا، الصحابة قاموا له تبي تزني وتقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعى ويجي دم الرسول تي وتقول له أبي أزني؟ قاموا له قال تركوا تركوا، أترضى لأمك؟ قال لا. أترضى لأخته؟ قال لا. أترضى لبنته؟ قال لا. قال كذلك الناس. قال والله ما قمت من عند النبي إلا وأكره شيء عندي هو الزنا. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله أيها الجمع المبارك، وليس الرفق والرحمة فقط في الأمور أو في النصح أو في الدعوة، لا لا لا، في كل شيء حتى في الأمور الدنيوية. أنت إذا مسؤول عن الناس لازم ترفق بهم، عندك خدامة، عندك سواق، عندك عمال، عندك موظفين، لازم ترفق بهم. في الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فاشقق عليه. يدعو صلى الله عليه وسلم للذي يرفق بالأمة إن الله يرفق به، والذي يشق على الناس إن الله يشق عليه. أقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذا لا يعني أن الرفق واللين يكون دائمًا وأن يكون المسلم ضعيفًا جبانًا، لا. وقت الحزم هو الحزم، فمن الحزم أن تكون شديد، ومن الرفق أن تكون شديد. فقتل المجرم والقاتل رفق بالمجتمع، وقطع يد السارق رفق بالمجتمع، كما قال المتنبي ووضع الندى موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف موضع الندى. الندى اللي هو السخاء أو الكرم أو الإحسان، موضع الشدة خطأ، وموضع الشدة موضع الإحسان خطأ. لكن أحبتي في الله، أما في المعاملات الأسرية خاصة وبين الأرحام فالأصل الرفق، هذا هو الأصل. المعاملة في البيت والمعاملة الأسرية وبين الأرحام الأصل أن تكون العلاقة فيها رفق ولي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قال إن الله إذا أحب أهل بيت، إن الله إذا أراد خيراً بأهل بيت أدخل عليهم الرفق. الله عز وجل إذا أراد خير بأهل بيت قال أدخل عليهم الرفق. هذا، واتقوا الله واعلموا أن الرفق من الأمور الحسنة في هذا الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين.